بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. حكايات كثيرة يحفظها أهالي الإسكندرية عن ظهر قلب عن اليونانيين الذين عاشوا معهم لسنوات طويلة وما زالوا موجودين، خاصة داخل منطقة الإبراهيمية والأزاريطة والشطبي والعطارين وغيرها من المناطق التي يستوطن بها أعضاء الجالية اليونانية، ويبلغ عددهم الآن 300 شخص فقط بعد وفاة عدد كثير منهم. الخواجة تيمتري خيموس صاحب محل خيموس للحلويات الحلواني المفضل للكثير من أهالي الإسكندرية، رفض ابنه نيكولا وزوجته إلكساندرا ترك المحل بعد وفاة الخواجة، وظل في الإسكندرية وعاش بمنطقة الإبراهيمية بين أهالي المدينة إلى أن توفي، وورث ابنهما ديمتري المحل. المحل وصل إلى ليليان عيسى الحفيدة التي عادت من أوروبا لاستكمال تاريخ حلواني خيموس. ليليان تعيش في الإسكندرية وتدير المحل، ورفضت ترك الإسكندرية ومحو اسم وشهرة خيموس الذي أصبح الحلواني الأول بالإسكندرية. قالت ليليان أنها حفيدة لعائلة يونانية مصرية عاشت بحي الإبراهيمية، حيث كان خيموس يبدع في صنع الحلويات اليونانية، خاصة وأن جدها الخواجة اليوناني حرص على أن يكون الشيف الأساسي يونانيا وعلم المصريين سر الصنعة، وتوفي تاركا المصريين يعملون على نفس النهج. وأكدت ليليان أنها عادت من كندا للعيش والاستقرار في الإسكندرية من أجل إعادة مجد حلواني خيموس، مشيرة إلى أنها تتعامل وكأنها مصرية، فأهالي الإسكندرية لديهم مشاعر جميلة لا تعوض، بالإضافة إلى حب الناس والشهامة والجدعنة التي يتمتع بها المصريين. دي قصة واحد من أجمل وأروع المحلات أو الأماكن اللي كان لها ذكريات مع المصريين زمان، والحمد لله إن المحل لسه موجود وقائم وشغال حتى هذه اللحظة. شكرا جزيلا للمتابعة.